بحبك وحشتيني. بدنا نرجع لبعض. صافيني مرة وجافيني مرة، صافيني مرة وجافيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صافيني مرة وجافيني مرة، كنا سوا قلبي الحب جمع شملنا، والعين تقول للعين احنا اتخلقنا لبعضنا. وابقى جنبك ولا نيش عارف ايه ايه مخبي، والقلب فرحان وخايف ليروح ليروح حبي وتروح الفكرة وتيجي الفكرة، وانت نسيت كده بالمرة. صافيني مرة وجافيني مرة. انت ما بينك وبين الحب دنيا، دنيا دنيا ما تطولها ولا حتى في خيالك. اما نفس الحب عندي حاجة تانية، حاجة تانية، حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ انت لو حبيت يومين كان هوا خلك ملاك، ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه انت عارف قبل معنى الحب جاي تقول عليه. إيفال محمد وهادي كتير حلو. محمد تامبرو خامة صوته بيّنت كتير حلوة، خصوصاً بالقرار كان فيها عرض هيك رخيم، بس نطيت العالين بدون بعد شوية تثبيت أكتر، لازم يروح منهم شوية نزال. سو أنا بالنسبة لي بس لمحمد لازم عملية التنسيق بين وضعية الصوت واللفظ وفتحة التم لازم تنشغل شوية أكتر معه، بس ولكن المغنى كان كتير حلو. بالنسبة لهايدي كمان انا بالنسبه لي غنيت كثير حلو، بدها شوي تنتبه على النفس وشوي تنتبه على النوتات العاليين يكونوا بس يبينوا اريح مش اكثر من هيك، ولكن الباساجات تبعولهم كانوا كثير حلوين. المشهد كان كثير حلو. محمد مشروع كبير، انا تفاجأت هذيك اليوم بالصف، مش بس انا كل التلاميذ، شخص ثاني عم بغني، صوت كبير كثير، القرار بخوف، والنوتات العالية بدهم بعد شوية شغل تيصيروا بسويت القرار. غنى حلو كتير اليوم بحنان ومن دون ما يصرخ، مثل ما قلنا بس النوتات العالية بدها شغل شوي أكتر تتفتح له الطريق للنوتات الأعلى الأعلى. هلأ هيدي عظيمة،
بشوفها بالمستقبل، بشوفها ستار. في شغلة بعد ما عم تعرفها بتشد على صوتها، بعدها متكلة على القوة. القوة مش هي الصوت، مش كل شيء الصوت بالقوة، لأنه بتصور بتروح بعدين الحنان والأداء. وعندها شوية لفظ لورا، إذا لحقت وزبطوا معها إن شاء الله قريباً ساعتها بتصير ستار. يعني أنا مبسوطة فيهم، أنا مبسوطة بهالولاد هولي يلي هالقد فهموا الإيفال وهالقد عندهم خلق وعم بيتعاتبوا بأغاني عمرها عشرات السنين وبين كأنه هيك طب طبيعية. محمد في اللي حلو بمحمد هالجدية وهيك بيقولوا صبر، يعني ما بزيدها بس 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 بقنعك فيها للشغلة. وحتى هو عم بضبضي بالغراض ما قدرت عرفت أنا إذا هو ظاهر من الدور ولا عم بكفي المشهد. هيدا شيء حلو، يعني في احترام صبي هيك بتحسي شاب محترم لذيذ، صوت حلو بغني حلو بحس حلو بلا ما يزيدها. كان لذيذ حضوره كتير. هايدي ما بعرف شو تركي لبعدين، إذا من هلأ يعني قلنا أسبوعين وهيك، هايدي حدا عم بفاجئنا كتير وهيدا شيء كتير حلو. وهيك بس بلشت فتحت تمها وبلشت نقزت أنا، يعني صوت اسم الله اسم الله، وحضور ووجه وتعبير ومسكت الدور من أول ما هو بلش، مسكت القصة وما شلتها. يعني ما انه هو هلا برتاح انا وانا بس بلش، لا ماسك الشخصيه والحاله من الاول لفلت. يعني حلوين اليوم، فهمانين شو بدنا، الايفال بجنن لحد هلا، المرور كله حلو. طبعا بدي اعمل ملاحظه صغيره بالنسبه لهيدي ومحمد. صوتيا اثنيناتهم اصواتهم كثير حلوه، هيدي ما في خلاف. انا عندي مشكله بس بالاسباس، يعني لما استعملوا هذا الاسباس يلي هو مكان واحد، يعني هو قاعد وفاتت هي قعدت، ما اخذ على محمد انه ما حسينا انه تفاجأ فيها. او يعني بالاول كان في عندي علامه استفهام، هل يا ترى هن بنفس المكان مش بنفس المكان؟ ما كان يعني عندي عتب على اداء محمد بالاول. لما نقرر يكتب لها المكتوب ويقوم يعطيها إياه، هون شدوني يعني. وهيدي مزبوط إنه هي يلي ضلت ماسكة اللعبة للآخر. الملاحظة اللي بدي أعطيها لهيدي، رغم إنه كل الوقت الظهرة مبروم لإلنا، رغم هيدا الشيء أنا عم بحس بالإحساس وبالتعبير تبع الوجه وبالخنقة تبع العيون وعم بحسهم، وهي ظهرها مبروم. يعني لو بس اشتغلت صوب الببليك اكتر كانت قدرت تاخذنا لعالمها اكتر. بس جميل جدا حضورها وكتير معبرة وصوتها عن جد صوت رائع. وحسيت بهالاغنية كل الملام، يعني هي عم بتغني ولكن حسيت انه في سو تكست مثل ما بنقول، انه في كلام، في قصه تانية عم بتعاتبوا على اشياء كثيره بيناتهم صارت. وحبيت كيف بالنهايه اخذت اغراضها وفلت وهو ضبضب هيدا. بس بعد عندي تصليح وعندي هذا الشيء بشتغلهم معه بالصف، لما بدهم يستعملوا الاسباس كيف عم بيستعملوا. يعني هون ما كانت واضحه القصه بالنسبه لي. بالمجمل اختاروا طبقة مناسبة واللي هو شغلة صعبة، لأنه يعرفوا يحفظوا كيف بدهم يبلشوا تتنيناتهم يكونوا عم بغنوا مزبوط. واختاروا غنيتين كتير مناسبتين للحدث وللمشهد. بالنسبة لمحمد، محمد هيك أول ما واحد بيسمع واحد بيشوفه ما بيعرف شو فعلا عنده. يعني واحد بيفكر انه صوت عادي وهيك، بس هو بالفعل عنده امكانيات كتير حلوة. واذا لاحظتوا انتو بلشتوا تشوفوها وتكتشفوها، ايفال مع ايفال وبرايم مع برايم، انه عنده امكانيات كتير حلوة. عنده شغلة محمد لازم يتخلص من عادات معينة بالمغنى ويحرر صوته، لان اذا تخلص منها منشوف فعلا الصوت الحقيقي طبعا محمد سعد. بالنسبة لهايدي،
أنا صوت هايدي بشوفه هو صوت مناسب جداً للطرب والأغاني الطربية، لأنه نوع صوتها، عرض صوتها، العرب اللي بتستعملهم هن عرب بتشبع السامع يلي حابب يسمع طرب. أكيد أنه بحاجة أنه لكم شغلة زيادة تتخلي هالمغنى يصير كتير حلو، وإن شاء الله نقدر نحن نعطيها إياه بالأكاديمية.